دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية والوفد المرافق له. شركة هاير هي واحدة من أبرز قصص النجاح للشركات الصينية في مصر. حقيقي جدا. امبارح أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات الوزارة. أخبار كتير حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد جو يون جاي الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية والوفد المرافق له اللي ضم عدد من مسؤولي الشركة ومجموعة من القيادات الحكومية لمدينة شانغ داو التابعة لمقاطعة شاندونغ الصينية. وقال رئيس الوزراء إن مشروع هاير بيعد من أبرز قصص النجاح للشركات الصينية في مصر، مؤكداً أن المشروع يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية والحكومة، مضيفاً أن ذلك انعكس من خلال قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح المرحلة الأولى من مجمع هاير الصناعي في مايو الماضي. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وبذل مختلف الجهود التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي اللي بيسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة والوصول للمعدلات الاقتصادية المرجوة. وأشار في هذا الصدد لدور شركات الإنتاج الحربي في توطين العديد من الصناعات ودعم جهود التصنيع المحلي في العديد من القطاعات. أيضاً امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري وصقل مهاراته على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل. امبارح قامت أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ خطط أمنية شاملة لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها وتكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم، وده للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات وبمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية. أيضاً وصلت أجهزة الوزارة تكثيف الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور لتسيير الحركة المرورية ولمساعدة الطلاب للوصول للمدارس والجامعات في سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وأيضاً التأكد من سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين.